إلا أخرك كده. ايه وحشتك؟ ده انت من ساعة المغرب وانت بر. انت مستخسرة فيا كلمة وحشتني؟ انت وليه غريبة قوي؟ ما انت على طول وحشني يا حبيبي. عموما اللي اخرنا يا ستي هديت ايه؟ اتجوزنا. اتجوزنا. اه كل سنة وانت طيبة. الله ده حلو قوي. تعيش وتجيب لي يا اخويا. تعرفي انك اول ست في الدنيا تنسى عيد جوازها وجوزها هو اللي يفتكره؟ راجل غريب انا قوي صح؟ نسيت ده ايه؟ ده انا بالمناسبه دي عامله لك صينيه بسبوسه هتاكل صوابعك وراها. بسبوسه؟ لسانه طيبه. وانت طيب يا اطيب راجل في الدنيا. سمعت ان محسن كان بيفطر عندنا النهارده في المائده صح؟ اه حصل بس يعني هو مشي على طول. انت اللي عزمتيه بقى؟ لا عزمته. ده ايه؟ ده هو كان جايب الترشي. قلت له اتفضل قام قاعد. ده راجل قلة قوي. من اول رمضان وانا بعزمه يفطر معانا ما بيرضاش. واللي هفطر مع اخويا جابر. اما المخفي جابر كلمه قام قايل. ايش عرفك؟ ما كان قدامي واتصل بيه قال له ايوه يا جابر قام قايل. اه ايوه يا جابر. طب قوم هات لنا البسبوسه. بسبوستي؟ انت مش قلت عامله صينيه بسبوسه عشان عيد جوازنا؟ معلش يا اخويا بس اصل الخاتم حلو قلب لي دماغي. حاضر عيني. بيقلب لي دماغك للدرجة دي؟ قشطة كده يا ابو علي. قشطة. بعيد عن يوسف والوش بتاع يوسف. اه يا عم كده مية مية. قول لي ايه الكلمات؟ الكلمات بص بقى يا معلم، العيال عايزة نفس المصلحة بتاعت المرة اللي فاتت. آه. بس المرة دي ايه؟ انت اخوك كام بقى؟ كام؟ اديني 200 دولار. اصلي. الاخضر جميل. 200 دولار دول يعملوا لهم بتاع 2000 جنيه. ايه 2000 جنيه يا عم انت؟ هو الدولار ب 10 جنيه؟ اقول ب 12. انت بتلاغيني غلط يا عم جمال؟ انت فاكرني عبيط ولا ايه يا عم انت؟ ماشي يا عم جمال، ده الدولار بعدي بتاع 15 جنيه دلوقتي. اه انت اللي بتحور وتدور وتهور اهو، بتعمل مصلحه فرداني. ما تجيش تقول لي مش عارف ايه. ماشي ماشي يا عم جمال. طب اقول لك على حاجه. اه احنا نجيب لهم الحاجات اللي هم عايزينها، انا النص وانت النص، ونشيل الدولارات دي خالص على جنب، اول ما الدولارات يغلى نقوم بايعين، وكده نبقى ضربنا عصفورين بحجر. يا ابني ليه يا لسينا؟ ده انت دماغك سمنه. ادي يا جمال. ماشي. يلا فين النص؟ وانا بطلعهولك اهو. ايه. لسه خابط مصلحه يا عم اهو، ال 1000 جنيه زي ما هم ما تدفوش حتى في جيبي، امسك. ما انا هدفهم لك. دفيهم. فين الدولارات؟ دولارات ايه يا عم؟ ما احنا لسه قايلين، لما تجيب المصلحه الاول هطلع لك الدولار. امين يابا. ماشي يا ابن عم. نزلني بقى في اي حته عشان ايه؟ الواد اخوك انت فاهم. اه والنبي، عشان المره اللي فاتت قعدت احور عليه واقول له جنافه وقطايف وجلاش وحاجات غريبه. هنقعد بقى نحور طول الوقت. حضرتك متاكد من المبلغ المسروق؟ ايوه يا فندم متاكد. 3000 دولار. ما تفتكر يا هيثم تكون وديتهم البنك ولا حاجه؟ يعني هيثم مبلغ زي ده يا ماما؟ انا فاكر كويس جدا لاني الصبح كنت هوردهم للبنك. ما يكونوش هنا ولا هنا يعني؟ لا يا فندم لا هنا ولا هنا. انا كنت حاططهم بايد دولت في درج المكتب. ومين بيدخل هنا غيركم؟ مفيش حد بيدخل عندنا غير بتوع الامن. طب حضرتك ما تقلقش انا هتصرف بعد اذنك. ماشي بالسلام. سلام. فتش. يفتش يا فندم. هو في ايه؟ هتعرف بعدين. بنطلوني. ما انا عارف. دولارات سعاده الباشا. ايه دول؟ يعني ما تعرفش حاجه عن الفلوس دي يا يوسف؟ لا يا فندم ما اعرفش. تعالى يا حسن. الفلوس دي بتاعتك؟ ما اعرفش حاجة عنها يا فندم. يعني لا انت ولا هو تعرفوا عن الفلوس دي اي حاجة؟
طيب انا مش عايز ابلغ البوليس وعايز احل الموضوع يعني بشكل ودي بينا. في 3000 دولار اتسرقت من شقه هيثم بيه، في منهم ورقتين موجودين هنا، تقدروا انتوا الاثنين تفسروا لي معناه ايه ده؟ بص يا باشا، انا هقول لحضرتك على كل حاجه من الاخر. اتكلم يا حسن. بعد اذنك بس خرج الناس من الاوضه وخلينا انا وانت ويوسف بس. اطلع يا ابني انت وهو بره. كمل يا حسن. سمير بيه اخو هيثم بيه كان بعتني من الاخر اجيب له مصلحه بال 200 دولار دي. يا نهار ابوك اسود. تاني يا حسن تاني. وكان بعتك تجيب له ايه؟ حشيش. ب 200 دولار حشيش؟ بودره اصلي. بص بقى اتلخبطت. تعالى معايا يا حسن على المكتب. يلا يا حسن. سمير؟ سمير اخويا انا؟ ايه دخل سمير بموضوع زي ده؟ هيثم بيه، احنا بالفعل لقينا 200 دولار في اوضه الامن، والولد حسن بتاع الامن اعترف بكده، بس هو قال حاجه غريبه جدا، قال ان اخو حضرتك هو اللي مديها له عشان يجيب له بيها مقدرات. ده عيل كذاب، مالي انا ومالي كلامه. وبعدين سمير ده عيل في ثانويه عامه، يعني طفل حضرتك فاهم؟ هيبقى ايه علاقته بحاجه زي كده؟ يا هيثم بيه انا عايز حضرتك تهدى، ولو عايز ابلغ البوليس وهم يتصرفوا انا تحت امرك. لا يا فندم، استنى بس لحد بكره الصبح وبعدين انا هتصرف. تمام، بعد اذن حضرتك. اتفضل. سناء. ايوه يا يوسف، قفلت معايا كده ليه؟ حصل حاجه؟ فلوس اتسرقت من شقه هيثم، ولقوا جزء منها في اوضتنا في بنطلون واحد زميلي. يا نهار اسود. طب يوسف عشان خاطري ما تدخلنيش في اي حاجه، ولا تقول له بنت عمك ولا بتاع، انا مش ناقصه عك في حياتي. جرى يا سناء، انا عمري دخلتك في حاجه؟ وبعدين انت مالك انت ومال الحوار ده؟ بقول لك ايه؟ اقفلي دلوقتي، اقفلي. يلا يلا سلام. يلا يا ابني غير هدومك وسلم عهدتك، ويا ريت تعدي عليا في المكتب عشان تاخد بقيه حسابك. وانت يا يوسف يا ريت تقطع علاقتك بالواد ده وما تعرفش الاشكال دي، لان الاشكال دي بتودي في داهيه. الحمد لله يا فندم، حصل خير. يا ما قلت لك ابعد عن الواد سمير ده، ده واد شمال. ما صدقتنيش. احمد ربنا انا كان ممكن اساعد اخوك جمال، كان معايا في المصلحة دي. ما هو كلب فلوس زيك. خليك انت للضمير اللي مش هياكلك عيش ده. يا ده احمد ربنا يالا، ده انت امك ده عيالك، كان زمانك دلوقتي بتاكل عيش وحلاوة في الحبس. الدولار يا صاحبي، الدولار هزاني بصراحة أول ما شفته. ليه هيبة كده؟ بقول لك إيه؟ في باكو مع أخوك جمال كان بيعمل مصلحة، الزمني.
برضو مش عايز تحمد ربك؟ بيني وبينك سطرت الحمد لله. معلم معذبتي وامشي. سلام.